كانت أول ليلة أو أول يوم بشهر رمضان المبارك، كيف كانت أسواق الشام وكيف كانت الأجواء؟ خلينا نشوف سوا بهالتقرير. خصوصاً بالعجم. رمضان شهر الخير والمحبة والسلام، بأجواء إيمانية والطقوس الدينية الخاصة بالشهر الفضيل. استقبل السوريين الشهر الفضيل بأدائهم أول صلاة تراويح، دعوا من خلالها إعادة الأمن والأمان لسوريا. كاميرا سما نزلت على أحد أسواق دمشق الشعبية ورصدت استقبال السوريين للشهر الفضيل ووجهوا معايدتهم للناس. رمضان كريم عليكم يا رب، إن شاء الله تكون إن شاء الله السنة اللي جاي أحسن وأحسن. إن شاء الله كل عام أنتم بخير، الله يعيدوا عليكم بالصحة والعافية الجميع يا رب والأمان. إن شاء الله كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله يعيد الصحة والسلامة على الجميع، والله هيك يفرج على الأمة الإسلامية كلياتها. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله السنة الجاية تفرج على الجميع يا رب، ونعيش بالأمان يا رب. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بشهر الفضيل. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هيك الله بينصرنا وبيهدي هالبلد وبيهدي بالنا يا رب العالمين. إن شاء الله كل سنة وهن بخير، والله يفرج علينا وعلى أمة محمد. إن شاء الله كل عام وهن بخير، وخليهم إيد بإيد وقلب بقلب، وإن شاء الله ونحن ما بننتصر لنحب بعضنا، إذا ما عنا حابين بعضنا ما بننتصر. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بنعاد علينا إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب. أجواء رائعة وأمل باقي عند السوريين أنه رمضان حيكون أحلى بهمة ومحبة أهل البلد بين بعضهم. رمضان كريم.